الضرر ديال هاد الموبي حنا كساكنه من هنا كيهددنا هاد الحفره هذه ولا هاد العماره اللي غتبنى دابا كتهدد الساكنه، ما دام ما تبناتش راه كتهدد الموبل بالانهيار في اي وقت. وحنا كساكنين هنا كنطلبوا تعجيل الامور ديالها، اما يطلعوا لنا الموبل هنا واما يديروا شي حل بعدا اللي يتفادى الانهيار ديال هذا الموبل وديك الموبل اللي ليه، فهمتيني الاخ ديالي؟ يعني المهم عندنا هنا هو يقوموا بامور استعجاليه باش يحيدوا لنا هذا الشيء هذا. دابا حيت الساكنه كلها عايشه هنا في الرعب، فهمتيني؟ لا ساكنه لا الناس اللي كدوز من هنا كطريق غتشوفها راهي كتنهار ونجراف ديال التربه، كاينه بزاف ديال العوامل اللي كتشحن. دابا حنا فاش خرجت دابا هذه الشميشه هذه كنطلبوا من السيد ديال صاحب هذه البقعه هذه عجل بالبنايه ديالها، حيت الا ما عجلتيش بها دابا غتجي ثاني شي شته اخرى ثاني وغتولي الامور اكثر من اللي كانت في الاول. ما بغيتش نطيحوا في الشيء دابا المسائل اللي كاينه هنا في حي محمدي ولا في المناطق اخرى، الاسباب ديالها هي هادشي الاهمال. الانسان فاش كيهمل واحد الحاجه وما كيقومش بها راه كتكون الضرر ديالها من بعد. وانا كنت كامور استعجاليه الانسان يتفادى هادشي، ملي كيطيح الموبيل عاد نبداو نغوتو ونقولوا علاش ما علاش، الانسان يقوم بالامور ديالك قبل ما تروح في المشكل. فان شاء الله اخويا اللي وقع لينا هو ان هاد العماره غطيح، هادشي اللي وقع لينا راه ما كننعسوش، والعماره راه محافرين 14 متر لسحت وعامره بالماء وتيخوا وتتعاود تعمر، وكانوا فيها خمسه القوادس وبدلوهم، بدلو دوك القوادس ولكن من فين بدلوهم ما عرفناش، واش كيخوا عندنا تحت العماره ولا تيخوا في شي بلاصه اخرى، ما عرفناش اشنو كاين اخويا. والضو راه كله تيتعرى، الضو كله راه كله معري كاع اللي غادي لدوك الوزينات، الا تحت فرقع راه الدار كلها غتحرق، العماره المناسب كامل غيمشي. ما اش غنقول لك اخويا والله العظيم، راه عندنا لاكاب عندنا، ولكن هذيك العماره اللي منها ما عندهاش لاكاب، وراه فات لاكاب 14 متر راه بحال جوج لاكابات اللي غادي يبني. يعني هاد يعني حنا يلاه في النص ديال داكشي اللي حفر هوايا، يعني الا مشى الماء تحت العماره راه صافي، راه شوف الميديتي فين واصل بالعماره. راه الدراري والله ما تينعسوا ولادنا بهذا المشكل. حنا اش بغينا يدير لنا حل، اما يبنيها ولا يشوف اش يدير، بان تسد راه ما تسدش، ودوك القوادس راه هما ما عرفناهم فين دارهم، الضو عريانه شي دابا راه اكثر من جوج سيمانات وحنا تنغوتوا تنخرجوا ما دايرين حتى شي حل والو. مول الارض تيجي كيشوفنا واقفين صافي تيمشي فحالاتو ما كيبانش. ليديك جاو رجال المطافي قال لك ما يمكنش لينا نحطوا الكاميو، الارض كتهوى يقدر يمشي لنا، قال لك خاصكم تخويو. فين غنمشيو؟ ما عندناش فين غنمشيو نخويو. حنايا العماره ديالنا ما باتش شي حاجه، هاد الحفره اللي دارينها انا راه اكثر من عام، راه قبل ما تجي قبل من كورونا وهي محلوله هاد الارض، من يبدا كيبني راح في 14 متر لتحت وخلاها ما دار حتى شي حاجه. ليديك ما دار والو، قال لك ما نقدرش نحيد، تيحيد الماء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.